تاج يشغل لهم شيء يناسبهم. يا سلام ما تلقى يا شوف المحتوى الجميل. خلصت يا كابتن يا انا نصتها يا صوتها غير حبيبي ام جاد متفاعل بجميع الفقرات. ليش جيب الاقلام؟ هذه اقلام زعرفها رجع مكانها. ها لا تضحك الا من مصلي صوام وصفطن يصفطون صفطون عشان الله ما يبلاك الا في الصلاه والصيام. صفطون يحطون هنا وكل واحد بيقرا ورقه. انت اللي تقرا انت لا 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 انتم تبون انا اقرا؟ لا لا انت تقرا احنا نقرا. انت تقرا لماذا وهم يجاوبون؟ لا احنا نقرا لماذا وهم يجاوبون لي انا. صح والله هيك الفقره كذا احس ما راح نستفيد. ابو امجاد لا تكون اناني. يا اخوان انا كني شايفه اليوم كني شايفه اليوم ما شايف اليوم طلع التلفزيون طلع التلفزيون بالكوفي شو اسمه هذا الكوفي شوب كوفي شوب بسرعه يا هادي بسرعه وين رايح طالب طلب مو فيه انت بسرعه بسرعه وش سوي قضيت خوي يا ايدا اصبطها خلها خلها كذا يا ايدا لا 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 حبيبي اصبطها 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 كذا اصبطها اصبطها حطوها هنا يا اخي قهوه ما في ماني شاي ما في اصبطها اذا دخلت هناك خلهم يجيب لنا الله لا يهينك يلا يلا نبدا الان اذا رحت الحين كيف نقدر شو قاعد الناشفه هذه هو بيقرا مين اللي قاعد ناشف كان يراي على مين البقره جوز خالتي من البقره مين اللي بيقرا بما ما يكرمنا اصبط اصبطهن اصبطهن يلا علي والله طيب اقلام حبيبي اقلام ليش صابر ليش هذا داري انا زارعها ارجعها من نشريها نشريها خليهن استغفر استغفر طيب ودفرد خليني طيب وش ودي الغاد خلينا يا شباب خلاص كل واحد نبدا يلا خلاص جاهزين جاهزين اول واحد يبدا بمدوخ خذ ورقه بمدوخ حقود حسنا هو ما يحب عادل بن هيف لماذا عادل بن هيف ما يحبنا هذا ما هو بره طبعا لك هذا من لماذا عادل بن هيف ما يحبنا ما يحبنا ها شاو الله يسلمك هات هات هذا اللي كاتبه عادل هذا اللي كاتبه لان الشق اكبر من الرقع هذا قصه لنا والله دي ضابطه دي زي يلا يا سي تقول بسم الله يا سي هذه اول واحده مع بعض اسحب لك الرقع لماذا اول شيء يقول لماذا شوي شوي اسمع لماذا عبد الله عنزي دايم ايوه من اللي كتبها يقولها يشد واضح كتبها ابو امجاد لماذا عبد الله عنزي دايم ينشد حزين ليش ينشد حزين ايوه من درسكم يا ابو لان ايوه لان ابو امجاد لهجتكم الراقه انا ابو امجاد مشهور ما لها اي علاقه بس يلا جميل جميل هات هات اللي منضبط مشهور انه طلع الماس يلا منقدم اي والله انا اشهد اسحب يا تحبه قول انت لماذا تهاوش بدر وخالد ان ابو مجاد طلع على الماس ما ضحك وسام يلا حلو هات اكيد ما ضحك بعد اللي قريها سام اوه ها تصعيد تبغى تصعيد لا اقرا صح اذكر الله اقرا لماذا انا اللي اكتب شوف خطه شوف اول شيء انت ما انت متقيد بالزي الرسمي للمسابقه الوحيد اللي لبسك يعني لماذا تمشي لوحدك والناس كثر؟ ناس كثر؟ ايش اللي ما يعرف عطوه اللي ما يعرف خطه يعني وايل اكيد واضح ذا لان حامض حلو يساوي جح وملح لا بس لا بس هذه انت من عندك مسوي طيب فقره الامام يلا يا سيد يا سيد يا سيد بسم الله بسم الله يا سيد لماذا نواف يشبه المحقق تقوموري؟ لأن أبو مدوخ ما عنده سالفة. والله هذه جد ضابطة هذه جد ضابطة. الحمد لله صحيح. أنا مسميه تقوموري. لماذا أنتم مكروهين جدا؟ أوف أنتم من أنتم؟ طب مجموعة لأن الملعقة أكبر من كريك لا بس الله يسامحك اللي كاتبها اللي كاتبها ما أعرف بالأمثال المفروض كريك أكبر من الملعقة كريك أكبر دعواتكم واضح هذا ما يعرف عندها روح يا أبو مدوخ لماذا وايل جيبته مفروطة؟ هذا واضح أنك أنت كاتبها ليه وايل؟ ما شاء الله الله يوفق عدوك وش المفروطة المفروطة ويش؟ مفروطة جيبته هذا فرطها الله يفرطها لا جوابك مو هذا فرق اصبر عليه لماذا وايل جيبته مفروطه اقلط اقلط السودان دوله جميله عشرة مفروطه اسحب يا سيد
لا ترى عندنا بعض الكلام ما يصلح يا ابو يلا يا زين لازم تتاكد مني يلا اول انت قلت في اختلاف السميات لا لا هذا عادي ما هذا كلام ايوه في اختلاف كلمات انت تقول كلمات بعد عندنا ما هي ايوه الله يسلمك معليش انا اعتذر ابو مدوخ صعدها يا زين لا انا الفرط اللي هو المزع الشق احنا نقوله فرط والشق اكبر من رقعه تفضل الله يسلمك شكرا لك ابو مدوخ صعدها يا زين يلا ماشي ترى عادي هذا يسوق عليك لا ادري لماذا اليوم راح تشتغل صافرة الإنذار؟ إن أنا راجع لأن بدري كبر المواضيع. مضبوطة. شلختها لازم. شلختها مشان ما تفهموه غلط. شلختها أي مزعتها. يا أبوي كلامك كله ضاع. أنا شوف لك. أنا سعيد. تكلم بالعربي أفضل يا سعيد. والله أنا سعيد بالعربي. لماذا نحن هكذا؟ لأن خالد وبدر أخويا. الله. حلو حلو حلو. من يمسك؟ دائما إجاباتك ما يبزعل. إي والله. ما يصبح حد وإشكال. يلا يلا يلا. يلا مدبوخ. لا هذا لا يجاوب عني. جاوب لي. أصبر أصبر أصبر. اللهم لك نظرك. لماذا الأستاذ الجميل الخلوق المبدع. وافقش مو مكتوب ذلك. هاني يحب الشاي. عشانك أنت. يحب الشرح بعد راسب. يحب الشرح. يحب الشاي. يحب الشاي. يحب الشاي. لا تي. سائد راح يعيد هنا هاي ها خلاص يعيد هان 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 سائد ما تبغى سلاطيمه ماشي سلاطيمه يلا سلام اقرط 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 لا لا اشوف فعليا راح اعيد هان حتى لو اعطوني اجازه راح اعيد يلا يا سائد اصبر ثواني بس نخلص لا خلنا نخلص فقرتنا من بسرعه يا سائد طيب ترى في هنا اوراق يا سائد اسف بس عشان الاوراق بس غش كذا بلوت نظام بلوت حط الاربعك لك تحت ترى بلوت ورجع يلا يا حبيلك يا اخي ودرنا كوكب البلوت لماذا سائد وده يعيد بالاردن حط الهادي يا سائد لا لا عرفنا يا سائد لان عبود صوته جميل بالله جنيت بطلت اروح الله لا يحطها بالدم يلا يلا اقرا سؤالك اقرا يلا ها تحب المدح عطني بعد انصحك والله قاعد تحب انت تحب استريح استريح يا ابو والله انك سعاده مو مشاور تفضل بس لحظه ما تقول ونعم والله تفضل اسال يلا حلو اليوم تلاحظون اننا هادين كمل لماذا راح يطردون واحد اليوم لماذا سيطردون واحد اليوم انه هو اللي كتبها يطردون واحد اليوم لان بدر ضد فريقه انت ما تبعدون بدر الا واحده لان بدر ضد فريقه يعني يا من هي انا اللي كتبت اللي كتبت راح تكون صافرة انذار يعني اجابتك كلها فعلا حظك مين يا خلينا نشوف الاجابه قبل افتح بمدوخ شو يقول لماذا فيصل اذا ما تبي تشارك ترى الباب يوسع جمل والباب هناك بس حتى الباب يوسع جمل ما يوسع لماذا يحب الشباب ويعشق ومدمنين على التصفيق لان نواف تعبان يا ترى اللي كاتب انا طيب اي والله تعبان ايش يلا يا سعيد بدر سعيد تدري تقول بسم الله لا تغني بدر لا توقف على راسي اجلس ولا لا يا اخوان بدر والله انا مضطهد لا امس شد بطني مقطع طقمه لابس طقمه قدام الكاميرا لماذا وخر عنه لماذا المقاطعه المقاطع خرب التصميم بسم الله انا قاعد افهم الرجال اهدأ الرجال معك رقم جوال اهدأ اصبر يا وائل يلا فقره يا فيصل فقره لماذا ولين يلا يا سعيد تعال بدوري حبيبي خلصت يا اخي انا بجيك يا مزعج بجيك اريد طرح السؤال جزاك الله خير سعيد في ورقه هنا راح تعجبك اسال يا سعيد في شيء يعجبني ايوه اسال طيب لماذا المقاطعه بالجلسات لان سيد راح يعيدها والله تراود خواطر على قولهم الشيخ كتب كل كبردين يعيدها وابشر والله جاك مطرب والله غير عيدها لو يعطوني اجازه كفو وربي كفو اخر شيء ولا العيد مطر عمان لماذا يا هذا على الأردن ودوني ايش لماذا يا هذا مكتوب هذا لماذا يا هذا لان وايل صوته نشاز ونعم استاهل والله اني عارف ما يفوت اني عارف يلا ما بقى الا اربع حبات يلا اربع حبات والله اشكرك اصبر اصبر بس ما هي من قبل ياسر لماذا فيصل اللي هو ماثل امامكم يقلد ياسر اوف هل تقلد حركه العين لماذا ياسر يقلد؟ لماذا فيصل يقلد ياسر؟ لا هو يسوي اصبر يا وائل قلده الحين قلده ما ادري شلون تسوي لا بالفقره اي عين الشيخ ارجع الهاشتاج خلاص اذكر الله انت اللي تقلد انا يلا اقرا لان وائل غير مهضوم لان وائل مهضوم هذا ما يكتبه الا سيف ولا عندنا من عندك مهضوم بعد كلمة مي كويسة عندكم طبعا عندكم يا وايد ها مهضوم كثير اسف يا سيد اسف بس بعد الهضم وش يصير؟ شو هذا يا زلمة؟ اكشف يا زلمة
يجيب العيد. لماذا سائد حزين؟ لماذا سائد حزين؟ لانه راح يعيدها. هذا مكيس مكيس قد عنا دي. لان هاني مدمن شاهي. تفضل يا هاني. حزين عليك يا هاني. وايد ضابط اللهجه. لا لا وال لا مين ضابط يعني يقول لماذا شو هذا يا زلمه؟ لا من ضابط اللهجه، هذه اللهجه الاردنيه حبيبي الله يسعدك. يا تضبط اللهجه الاردنيه وتقولها بي. انت تدري خوالي من وين قبل تتكلم؟ من وين خوالك؟ السودان. من المفرق. لا من المفرق، خلها من المفرق من عندنا. اسمع يا سائي. تفضل يا سائي. لماذا وائل وسيم جدا؟ ها لان خوالي من السودان. لان وائل ايش؟ نتشرف والله لان وائل منشد. الوسام والجمال ترى خطان لا يلتقي. شوف 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 هذه في الذمه استغفر الله. نتمنى ما عندك ما عندك لا عندي في المدوخ. المدوخ معه وركته هي معه بالله. باقي اخر جوله يروح يروح لان عليه باخر جوله. لماذا هذا من كاتبها عندك؟ ليش تعبني يا اخي؟ هذا مستحيل خط ابو امجد. لماذا بن مدوخ مشاكس؟ لماذا بن مدوخ مشاكس؟ لان ياسر ينشد مهما كانت. لا والله ما بلا. لان ياسر ينشد مهما كانت الضغوط. الله اخر جوله. اشكرك على الفقره اللي الله يحرمنا. لماذا تحبون سائد؟ لا لا هذا ما اخوي والله هذه هذا جاي من جروب الدعم حق اللي في تويتر. من جد شكرا لك يا اخوي. هذا جاي من جروب الدعم والله. هذا جروب الدعم اللي يحبك. سؤال يا حبيبي ما حد يحبك الا جروب الدعم. سائد انت انا انت امام الامر الواقع. ترى ما حد يحبك في الدنيا الا جروب الدعم حقك يا سائد. وهم يحبوني جزاهم الله خير. السؤال لماذا تحبون هاني؟ لان ابو والله لان ان محمد حسن مبدع. والله انا مبدع. هو عبد الله مبدع. شكرا يا هاني. شكرا يا هاني على الاقلام. عطني ورقه عيدها ويجيكم. شكرا على المشاركه الجميله الرائعه. يعطيك العافيه. السلام عليكم. عسعد جاكم ثانيه عندك في عطله. انا بمشي خلاص. السلام عليكم. ما في عطله. حتعيد هاني يا هاني. عيد هاني. لا احنا عندنا اجازه. حفر تلقاه حفر يا هاني. هانا هانا ايوه يا سائل. حياكم الله في مجلس. شفت انا دريت يمكن هزمت في امامي فانهزمت انا في والله يا حبيبي. يا خوي ما يخلي خويه. انت فاشل على كل القوى. والله من انا عقل مستور هنا في العالم. والله من اجاباته يا سائل. والله انا فاشل في المطلب. ها؟ خسر من اجاباته ما هو خوته. كيف اجاباته؟ بسوي والله اني ما جاوبت الا واحده. فرحان طلعت الاخير. لا ابغى يقتلني يا اخي. ابغى يقتلني يا اخي. يا اخي تختار من 1 الى 20. اخترت انا رقم 9 طلع فيها كم؟ 68. قالوا ليش تطلع 68؟ بعدها هم يختارون من 55 65 صح ولا لا؟ حراج جابني بشغله واحده حلوه. لما جاء الاستاذ ياسر يسأل، هو طبعا ضدي ضدي وضد الفريق اللي معي. يوم جاء الاستاذ ياسر يسأل وقال له مين تتوقع الفوز؟ يسأل كل واحد منا. هو قال له الشباب الله يعطيهم العافيه. عارف نفسك فاشل. عارف انه فاشل. لا 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 والله ما التحدي بينكم. بينكم التحدي. يا وين؟ ها يا انا احترم الخصم. لا لا هذا نقصبك. ثانيا والله سهلة. تخيل سؤال عندهم والله ان اجابته عندنا في الديرة. ابو امجاد ابو امجاد انت دائما جبل جابوا جبل عندنا في الديرة اجابته عندنا. طب افرض سألوك سؤال تمام عن الجبال في الاردن. اعرفها. تعرفها؟ ايش تعرف جبال بالاردن؟ والله دقيقة. انا معي ماي. اعرف المفرق. المفرق هذه محافظة. طبعا تحية جبل. تحية حب وإجلال إلى محافظة في محافظة المفرق. طيب كل محافظات الأردن. وجبل إربد. جبل إربد. إربد. ووادي عمان. لا وادي عمان معروف إنه وادي. هذا ما هو جبل. لا جبال عمان اسمه. إيه جبال عمان. الله يسعدك. شو 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 شو. في عندك. جبال عمان. طيب أتحدى سائل. محافظة البحر الميت. أعرفه. وين بالأردن؟ جبل شردان. أتحداك تعرفه. بالأردن. تقول يا ولد جبل شردان اتحدى يعرفه. جاوب جاوب فقدت. لا علي لا والله من عقلك جاوب. لا دقيقه دقيقه دقيق. انا في السعوديه انا ما اعرف ثلاث اربع على انا اكلمك احط عينك في عيني يا ولد. ملاحظه انك تبغى تجي تقول انا بسال ولد عندنا ما تحترم. انا بسال الحين طلع ما يعرفه يا ابو امجد. انا وين رايح؟ فليش تكذب الرجال ويتكلم؟ لا ما تكذب احنا كلنا كذبني بس انا يقول ما اعرفه. يقول انت فهمنا انك تبغى تجي. تعال. لا بلزم بويل. لا بس هنا بس هنا افضل. طيب انت الحين ليش اربعه تسولف العالم كبدر العالم؟ ها؟ ليش اربعه تسولف العالم؟ كان هاني هنا وقال من اول يا اخي. في عندنا طيب في عندنا جبل الاريتين هذول بالجبال الموجوده. طيب ما تبغى تستفيد معلومه طيب؟ عرفت ما عرفنا وين؟ ارجع يسولف ارجع ارجع خلنا ترى لا ترى مو بعيب الواحد ما يعرف. لا انا اعلم. لا ثلاجات هنا ورا شردان ورا والله نبغى مويه. شرود من شردان والله يا اخوان. ها؟ خلينا نشوف هالتعرف. لا والله انا ما اعرف جبل شردان. في مويه كان معي وين جبل ايش؟ فيها ثلج؟ انا اشوفك على جبال. في عندنا جبل قعيش ومقاعش هذا قريب من كلها الغلط. قعيش ومقاعش هذول ما فرق. والاريتين الله يسعدني يا رب نجيب كلهم. والله ما تجيب جبال الاريتين والله ما تجيب قعيش ومقاعش
في اشياء غريبه بس تحصل في ما عندنا جبال كثير احنا كله وديان اجا وسلمى انا عندي ضلع اسمه هادي بحايل الله يجعلني ادري انا في حايل يا ذكي يا شاطر انا احسب انك دخلت شباب عندهم سالفه الله يجزاهم طيب حياكم الله يا اخوان انا عندي فقره بس ولا يهونون الشباب فقره وين انا عندي فقره نعم انا احنا فيها ولا حق الماسه برا والله اي والله انا حقين ما يسودون انتم حقين الماصه مو مثل يا اخي هذا اختصاص يا ريدو الو كراسي طيب سايد سايد لا سايد اذا بتقاطع فقراتي قول لي عشان اقاطع فقراتك يا سايد مش ممكن انا لي ساعه انا اقول انا عندي فقره انا عندي فقره هو صادق بتقاطع الكتاب هنا ليش تقاطع ابو محسن مو عشان طلعت في التلفزيون قبل شوي تقعد في الشاشه تكبر علينا تقاطع خلينا نقوم عليه واضح الشخص احلم يا سعيد همشي ما يجي خاطرك شيء لا لا جاع في خاطري اقول لهم ايش سويت اليوم اي والله لا كتمة ترضى اقولها اطلع على الهواء يا اخوان تخيلوا بس معليش والله بس سؤال لا لا استرعى 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 لا والله ما في عيب ما في شيء لا لا بس عشان تخيلوا الان كان في فقره خالد البوضان هناك موجوده مو بخالد البوضان خالد اللي خالد الضفيري كان عنده فقرته هنا احنا تحت الهواء قلنا مسح اليد ممنوع يا شيخ اسمع احسن خلها بخاطره اي شيء ادنا انا معلم ساي تسمح لي انا سمحت لك من اول خليك 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 بس في شرطه مفقوده ايش فانا ما انا حابكم تقعدون بدون يعني ايش لو نجيب العزبه نسوي لنا شاي نسوي لنا قهوه ما حد كن مبادر لا قهوه القهوه ايش هذا على روحك يا اخي المفروض انك قمت ما تكلم يلا كمل وين القهوه ما في ناس تاخذ من العزبه وائل عنده سالفه خليك كمل تكفى ندمان سلامك تعبني قاطعك يا والله لك انا متعمد صدق والله اني اكثر شخص احترمه في الجلسه هذه هل عمرك حاجه ما يكون خاطرك شيء بس اني ما قطعت سالفه لك يا ساي طب انا عمرك حكمه ومثل وقطعت سالفه انا ما قطعت سالفه لا يعني كيف ما قطعت سالفه انا جالس اقول نص السالفه هو يقول جيبوا لي شاي معلش تسمح لي وايد تفضل يا ابو الحين انت لك ساعه تسولف هنا تو يطلع لك شاي بجت فقره وايد لا لا من اول طاري علي قلت قاعده ناشفه وقاعده لا بلا قهوه ترى عندي هاكر صديقي خلي يهكك جروب الدعم حقك انت كذا اكبر تهديد انت مغيرانين من جروب دعمي شيء يعني لا والله يا اخي كل ما اخش الهاشتاج سعيد سعيد جالس سعيد جالس سعيد بطل نعم نعم نزلوا صوره مش معقوله يا سعيد كل مقطع تطلع فيه من تصميم عشان يقول عادل بن سعيد ما يمزح مع سعد سعيد محمد رزول مش ممكن يا سعيد اخش الهاشتاج كل كلمة تقولها لا لا عليك تكمل كلمة شيلة كلمة شيلة عطنا شوية من جمهورك يا سيد وزع يا وائل والله نحتاج جمهور شوف أنا أفداكم وكل جمهوري هو جمهور لكم ونجاحكم نجاحي ونجاحي نجاحكم أنا ما أصدق صراحة معلش نقول إحنا ما نبغى كلام منمق أنت تتمنى كيف تفوز أخواني المتسابقين والله أنا ما سألت عن الأول أنا الفوز أخواني المتسابقين والله العظيم أخواني المتسابقين الأول من نصيب لا لا والله أنا أقول لكن إني سائل ومتعطش إني أجيب الأول أنا أنافس أوكي أنت لو متعطش يا سايد ما تركت العيد تعيد عند أهلك وتجي تعيد أنا غايت هذا دليل أنك متعطش يا سايد اسمع كمل حاكم جبل العزبه ضبطنا شاهي طيب نروح نروح سايد يوفقكم حاكم جبل العزبه شباب عندهم اقول تدري التوفيق اكل اكيد الواحد كله يبي له يا اخي بس راح انا على المسرح يا اخي نسكت نسكت حسودين مو حسودوني حسود يا ولد مش معقول اخش اضغط على الذواقه 26 سايد سايد ذواقه 25 سايد 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 طيب ذواقه 25 سايد سايد هذا لازم هذا قاعد ارفع لكم هاشتاج هذا الجمهور البرنامج مرتفع الهاشتاج مرتفع من دونك يا سايد من قبلك مساء بريحكم من الحين الثاني تسابقوا عليه الاول تفضل تفضل مشينا الثاني عدل الاول مشكم طول لا لا يقول انا نجي ونجيبهم يا ابو حسين العزبه يا اخي ودنا بشاهي اردني والله والله الحين قالوا نقول عشان بيشارك شارك مشهد ركان ركان العزبه وين ما يبغون العزبه 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 انا جنوب الحسن يا ابو انا يا اخي تبغون المكان هذا لا لا هو قال لا ما يصير ما يصير تسوون مسرحيه عن مكان ايوه يا سعيد ايوه يا سعيد اجل شلون قطعته والله يا سعيد كان اخي سؤال يا سعيد وقطعته ويقولون يعني سعيد ايش هذا سؤالي يا سعيد لا تضحك انا جاي على بعض لا حيقعدك مو كويس لا لا هنا هنا احسن تضمن وين هو يا هنا يا هنا ايه كله طلع داخل فجاه مره اذا هناك لازم نجيبك ايه عشان كذا قلت غيرنا ايه مشينا كلنا ندور احمد يوم احنا واقفين هناك كان احنا انتظار فسحه ليش ما تقول وايد
دخول الملفتين. سؤالي للجميع. سؤالي للجميع. أنا سأل سايد والجميع. ما يبغى يجاوب يتهرب. سايد منه طيب. أنا طرع أمس أسولف مع الرجال هذا. إيه. عبد الله العنزي كان موجود هنا. كنت أسولف مع عبد الله العنزي. وكنا نقول قلنا هذه الحكمة اللي هي رضا الناس غاية لا تدرك. رضاء الناس غاية لا تدرك. هيا سيد بدك تقاطع يعني بدك تقاطع مرة ثانية سيد. أساعدك أعدل لك. احلم احلم يا وائل احلم. احلم يا وائل. أنام يعني وليش؟ أعدل لك قاعد يا حبيبي. إيش معنى احلم يا سيد؟ احلم يعني الحلم من الحلم. لا يعني ما تغلط. أقول هابل خلاص. سب وائل. تبغى تغلط أنا؟ سيد كلنا متغربين في هالبلد يا سيد خلينا ندور لقمة العيش ونطلع بأحسن صورة يا سيد. يا أخي أنا خلنا حبايب يا سيد. يا أخي عندك شيء أنت بلا معي؟ إيه كلنا عندنا بلا معك. بلشت أحس بالغيرة. طيب سيد نمبر 1 انت راس طيب الرجل هذا. يا اخي منك يا سعيد. من هو اللي عنده شيلد؟ انت عوز اللي عنده شيلد سايدر فايدة. اي والله اللي عنده مشكله معي يقول وابشر اللي ضد سايدر فايدة. انا ضد اللي ضد سايد كلنا لا. طيب ايش مشكلتك مع سايد؟ انا والله ما مشكلتي مع سايد. انا مشكلتي مع مش معقوله يا اخش الهاشتاج كله سايد بس احنا نبغى وائل لانه هو متسيد. نبغى ننوع سايد صوره سايد تصوير سايد فيديو سايد طالع هذا شيخ كبير سايد هذا يعني احنا نبغى ننوع حب جمهوري لي. طيب سؤال اقدر اقول لهم لا سؤال هل انت سؤال بتجاوب عليه بصراحه وبيدفع؟ لا هل انت الجروب هذا انت تديره وحاطه او انه فعلي الخير اللي يسويه؟ لا والله فعلي الخير والله. الشباب نفس الطريقه. انا عن نفسي حاط لي جروب انا اديره ما اقول حساب وكل الناس دي كل عند حساب ويدير بس يقول لا والله الناس معجبين. يعني انت تدير جروب الدعم حقك يعني كذاب يعني حطيت يعني كذاب حساب جروب انا بدي اجاوبك بكل امانه وبكل صدق. جروب الدعم له وانا اللي مسويه والله. وجروب الدعم هذا من قبل وانتم عارفين تمام بالنسبه لجروب الدعم. وبعدين انا جمهوري يحبني وجمهوري من حقي هو والله ما املاقي ايش الفرق بيني وبينك يوم كل كلمه تقول فيها شيء. لا عنده وش عنده شعر تقموري عنده شعر علوم مراجل. ايه هو الحال عنده علوم مراجل ولا يشرف علومك بعد؟ طيب ايش مشكلتك بالهاشتاج؟ انا مشكلتي يا سيد ودك تخفف اللعب تعطينا مسافه تعطينا جونا لك شوها مش معقوله كل ما اخش الحين اطلع من برنامج يعني معلش معلش بالله لو مني انا لو انه مني الموضوع على عين وراس دقيقه يعني بالله هل يعقل الجمهور وقف ولا تحبون يا سايد يعقل انك تمشي كذا يجيك تصميم من جد؟ اي والله سايد كفو والله يصدق حتى المشي العاديه فيها تصميم. وش هو هذا يا سايد؟ شو هذا والله غيره لا كثيره والله. طيب معلش كيف اصير؟ طيب خلنا نستفيد منك يا سيد. سوالف نسوان طلعت لا 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 سيد لابس احسن مني وماشي احسن مني والكعب تاعها استفزنا طلعنا اسوء ما في سوان طلعت سؤال سؤالي انا بدي استفيد منك سيد. انا بدي استفيد منك يا سيد كيف اسوي جروب دعم زيك؟ كيف اوصل زيك مشهور؟ شو رايك اسمي جروب دعمي دعم شاهد ووائل بالمره؟ لا 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 رجال رجال ترتفع عن السوالف هذه. نعم ابو مدو والله فلان لابس احسن مني يا اخي خف والله ما عرض دارينا من يتكلم من يسكت. ابو النسوان انت من جاي؟ انت لو والله من النسوان هذه ابو مدو ما شاء الله. شوف هذا الموضوع صار مع خالد فلا تحاول. انا سائل كلمه طلعت من فمك رد على المراه هي امي واختي وخالتي وعمتي. انت قلت طلعت نسوان يعني شلون يا ابو مدو؟ بس نسوان كل شيء كمشاعر. لا 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 مو تخيل. انا ادري صراحه حساب على تعب جروب الدعم. لو وين رايح منك؟ صدق روح ادور. طيب الله وجهك والله ما ضيعت والله خرب الجلسه وتروح من جدك يا ابو هو ذاك يا ولد ان شاء الله هو شيء ان شاء الله عليك. كان 20000 اسكت استاذ شوي بعدين رد. هنا كان عندي فقره هم اللي خربوها خلاص. هذا هذا خلوا واحد يا بدر انت ساكت مالك ساكت والله بعد اعطينا فرصه نتكلم. هل تبغى تتكلم ولا ما تبي؟ ما تبي زعلان انا كلنا نبغى نسولف طيب. انا عندي سؤال انا عندي فقره واحد يتكلم. انت ايش تقول؟ عيد بدر نظام التيم ترى نقوم نجيكم ما عندنا هذا اقسم بالله كذا نقطعك قرب ترى ما احنا قاعد. اسمع انت يا فقرتي وين راحت؟
فقرتك عليها ظروف. اقول لك عيدها ليش تخبط وش الحل؟ تدري وش الحل؟ طيب مشكلتك عرفناها يا وائل. فقرتي انا والله شايفك مشكلتك مش سعد عرفناها، ودي اعرف مشكله انا عندي ابو راشد مع سعد. اي وخر والله يا سعيد. سعيد انا والله شايف تبي الصدق زعلان عليك، زعل شايل عليك. ليش يا اخي؟ شوف انت تعرف احنا السمام ما تتحمل. حلو. ولك تشهين اسبوعين على المنسح حركات الحريم ذي. ولمح لك حتى في البرنامج اليوم ولمح لك زعلان عليك. لو ذواقة يا اخي. يلا سولف. والله مضبوط. بس هذا سولف. ما شاء الله عليك هوائي. والله مضبوط. يلا. والله سهل الحرب. على تشم ريح. يجن الحرب. لانه ما يبيك تمشى قدام، يبي اخر يوم. ودي اعرف مشكلة ابو امجاد مع سعد. ما المنزف نفسه. والله ما لا في وامجاد متشاكله مع الجميع. بسم الله ما في اي مشكله، وان هذا عزيز واخ وغالي يعرف هذا الشيء. لا 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 غير يعني الكلام. احيانا يمكن سولف تاخذ يعني مقصد بيني وبينك شيء. لا لا ما في. شو هذا يا سعيد؟ شو هذا؟ شو هذا اللي يقول شو هذا؟ انت؟ لا ايش يقول؟ شو اقول؟ يا وائل اقول شنو شو هذا؟ شو هذا؟ لا لا سالفه افضحك الحين على افضحك عاد على والله العظيم منك ما تكلمت. تكلم اقولها قلها كل ما تبكبك ها بكبك هذا عندك. وائل 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 هذا عندك. اسمع لك تقول له ابو محسن كلمه. يعني ممكن انا اقسم بالله لو توصل ابو محسن فزعتك منه يجيك عادل. اسمع اسمع يجيك عادل بن هيفس يقول لك لا تفزعك. ليش تفزع محمد بن محسن؟ ابو محسن عنده لسان يتكلم. اجلس. المشكله ما عندك ترجع لابو محسن من وراء عادل هيف وراسه مرفوع. لا هذا هو كيف وصل هنا؟ كيف وصل هنا؟ ابو محسن عادي اقولها على الهواء صدق والله. يقول انت ترى يمكن الهواء علينا. كل كل اقول ايش صار معنا؟ كل يا اخوان صلوا على النبي. هذا في فقرة خالد الفضاء. ايوه والله اباكم فرصه. لا لا خليك كم والله اتفضل حبيبي ما تنقاطع. خليك كم هذا شو هو بعد العصبه صار خلص كمل يا وائل. طيب سامي لا لا تبغى هذا خلاص خلاص عادي. اي يا وائل شت وتبرد شت يا وائل خلاص هذا وانا جالس ولا يهون بدر. نعطيك فرصه ان شاء الله تسولف. هذا والله هم سووا فيها عصبه. يلا كمل يا وائل. بعدين انت تفتخر اشماغك صار على راسي يا سيد. افتخر اشماغك صار على راسك. والله اسمع انا كويس سايد. والله خلها تخرب الكامل يا ريي. تكفى هذا بريالين يا سيد بعتني حق الكوي. لا لا ما بيعك بريالين. طيب صلوا على النبي. صلوا على النبي. هذه سالفه صارت بيني ومحسن وابغاكم تحكمون. وهذا اللي صار وهو اللي قال. انت غلطان بناء على كلامه هو اللي قال. والله هذا اليوم في فقره خالد الموضان يوم انا كان ثلاجه ها كان كل خلاص المتسابقين خلاص كل واحد يروح المكان اللي يبيه. ما حد قال لهم ما حد قال لهم اسكت. اقصد يعني لا لا خلي خلي بس تكون اسكت اسكت بس خرب اخوانك كمل. لا 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 ايه سبحان الله. لا لا بالعكس انا اقولها كذا بعفويه مداخله بسيطه علشان انا ابو راشد مشينا وسعدون رجعنا صارت مشاكل بعدنا وهوشات رجعنا لا 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 كلام ما تدرون ساعة واحدة خلي كمل تصيرون فيها زي الناس سالفتي كمل كمل ساعة واحدة بعرف المهم المهم كمل كمل ما جاء صل على النبي. انت اسقط علينا جميع ولسان المتسابقين اللي بيدافع علينا ولا يقل قوة ولا قدرة وكلنا وائل صح لسانك يتكلم يا وائل بخلص ساعة واحدة صارت فيها مشاكل ومقاطعات بينك انت ومحمد الان بقولها طيب خليك كنا موجودين ما صار هذا المشكلة. طيب انا اقول لك ايش صار. كمل المهم انه الكل كان تحت الهواء عادي يمشي المكان اللي بيه صح ولا لا؟ والله ما تحت الهواء كان الكاميرات كلها هناك كل واحد المتسابق يروح المكان اللي بيه. انا جيت جلست هنا جالس اسولف متكي خلاص مرة ابو محسن سايد مرة ابو محسن من هنا خلاص اناديه ابو محسن تعال تقهوى تعال تعال تقهوى. تدري ايش يقول لي؟ ايش قلت؟ ايش قلت؟ قول ايش قلت؟ والله انا ماني جاي وخصم خصم شوف. والله اني قايل قلت خصم لان الاعداد اصبر انت هذه سالته انا سالت بقيكم قبل ما اطلع قال عبد الكريم قال سعيد قال محمد ترى في خصم طلعت انا منه هذا معد صح؟ اصبر ما عليك مني قال لي اصبر واجي وهو يدعيني قلت انا ما اقدر اجي اخوي الكبير انا ناديك تعال يا ابني انا جالس الحالي سعيد واخذ علومك تقول لي جايك خصم تبيعني عشان خصم عشان قال والله العظيم اسكت دقيقه انا اسكت فابشر ها ابشر عادي من اللي قال صل على النبي كل واحد همه نفسه يعني كيف كل واحد همه همه في نفسه يعني تبي اضر نفسي يا اناني اضر نفسي من اللي قال لك هو قال قصدي البرنامج اضر نفسي اناني برا عبد الكريم والله عبد الكريم ارجوك من اللي قال من اللي قال انا هب الله هل خطا قال سعيد من اللي قال اي قال سعيد قال يعني انت سعيد لا لا قال لا وفي الاعداد اذني لا 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 اذني قال تطري يا قال لا الكاميرا كانت عليها داخل ما ادري خلاص الكلام فيه عيب خلاص اللي فيك عرفناه ابو محسن خلاص لا تسوي فيه علوم مرجله وانا اخوه وهذا ثم بعدين وبعدين اسكري
لا تغلط لا تغلط لا تغلط انا قلت لك يا اخو يوم يجي نادي انت خاطك شيء ها لا 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 تحب راسك لا والله لا ارجع اصبر اصبر دقيقه وايد وايد اهدى وايد لا تحب راسك يلا عطنا سالفتك يا بدر وايد يا ابو امجاد طبعا هذا وايد القحطاني لا يخسر الا ونعم الله يرفع قدرك يا ابو حسين طيب خلنا السالفه دي سكيب بس بس عندي موضوع عنده مداخله بد ها عندي موضوع يا رب ايوه عندي موضوع ايش يلا قومون المجلس يا رجال قوم 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 احتراما وتقديرا لكم على خشمي تم 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 بالتوفيق طيب يعني مسرح يلا يلا بالتوفيق يلا يلا فهد فهد لا اله الا الله سددت من القروض عند الفك انا عاد كيف شعور الهزيمه في كاميرا جينا شوف 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 داخل شغال وين ابو امجاد ابو امجاد يلا خلصوا فقط هذا قدني غبت ها قدني غبت